العمل ومنشآت العمل وبيئة العمل. العمل يمثل كل نشاط بدني وفكري لازم لإنجاز مهام وأنشطة. هذا هو مفهوم العمل باختصار. منشأة العمل اللي أنا أنت كل واحد فينا يعمل تحت مظلتها، مكان مغلق مفتوح يتم فيه تنفيذ النشاط المهني أيا كان النشاط المهني، ثقيل أو خفيف، مكتبي أو ميداني. بيئة العمل تعبر عن المحتوى للتكنولوجيا المستخدمة في هذا المكان والمادي والبيئي والاجتماعي في مكان العمل. في شركات تفكر بشكل كبير جدا بعد ما توفر التكنولوجيا المطلوبة في هذا المكان، المواد المطلوبة، بيئة عمل، تفكر في الحالة الاجتماعية لكل موظف حتى ترتفع إنتاجية العمل. تعرف بيئة العمل أو تعرف البيئة الآمنة في العمل ببيئة عمل تتمتع بالشروط الضرورية لتوفير السلامة والصحة للعاملين. كن مبادراً وأمنع الحوادث قبل وقوعها. أكثر سؤال أتعرض له في الأعمال وفي الشركات وفي المصانع وفي كل المشاريع، يناقشك بعض الشخصيات ويقول لك أنا كيف أعرف أن الحادث راح يصير؟ كيف أمنع الحادث قبل وقوعه؟ يا أخوان عندكم الشات، أتمنى أنه في أحد يشاركني بالإجابة ويقول لي كيف أنا أقدر أمنع الحادث قبل وقوعه، أفضل طريقة لمنع الحوادث. إلى أن نكمل الجزئية البسيطة هذه، أكثر المخاطر المهددة للسلامة في بيئة العمل هي الحوادث. كيف أمنع الحوادث؟ الأمن الوقائي، أخونا عبد الهادي، جواب ممتاز. أخذ الاحتياطات، اتباع إجراءات السلامة، أخونا بدر الشريف. أجهزة اكتشاف الدخان، نعم. طب هذا يا أخوان تدريب الموظفين، جواب ممتاز من عبد الله أحمد. عندنا الحس، يعني بمعنى الحس الأمني، أوكي. مراقبة الموقع، اتباع إرشادات السلامة، كلها أجوبة صحيحة، يعطيكم ألف عافية، أشكركم. لكن يا أخوان الموضوع جدا بسيط، أفضل طريقة لمنع الحوادث عدم وقوعه. أنا أفضل طريقة أنا أتبع خطوات ثابتة وواضحة أني أنا أحمي نفسي من الحوادث، أنا أخلي الحادث ما يصير أصلا. بنفس الأجوبة اللي جاوبتوها، اتباع السلامة، أجهزة التدخين أو الدخان، الطفايات، الحريق، التدريب، كلها تجي في المرحلة رقم 2. مرحلة رقم 1 أنا أخلي الحادث ما يصير أصلا، الحادث ما أخليه يصير أصلا. كيف أمنعه؟ باتباع الإجراءات اللي أنت تفضلت فيها وأولها التدريب. إذن إحنا اليوم جالسين نتدرب مو عشان نطبق منع الحوادث أو السلامة والصحة المهنية في العمل. أنا أطبق السلامة والصحة المهنية في السيارة، في البيت، في العمل، في حياتي اليومية، حتى في أماكن الترفيه مع أطفالي أو مع العائلة. وش الطريقة الأنسب؟ عدم وقوع الحادث من أساسه. هذه دور الجهة المعنية بالسلامة في هذا المكان. وش هو الحادث؟ هو حدث غير مخطط له، لا حد يتوقع يا أخوان حماكم الله جميعا أن الحادث راح يدق عليك الباب، يا أستاذ عمران محمد ترى بيصير حادث بعد شوية، جهز نفسك. أخويا إبراهيم راح يجيك حادث بعد شوية، أربط الحزام. الحربي، أخت هدى الحربي، بيجيك الحادث بعد شوية، هيئ نفسيتك، الحادث ما راح يصير بهذا الشكل. الحادث راح يصير في ثواني، شخص جنبك يصير عليه حادث في ثواني تلقاه ميت.
وش اللي صار؟ كنت أتكلم معه قبل شوية، كان زميلي قبل الغداء، بعد الغداء كنا جالسين مع بعض، كنا في الاجتماع مع بعض، صار الحادث في ثواني في أجزامنا الثانية. إذن يا أخوان، أفضل طريقة لمنع الحوادث عدم وقوع الحادث، أيا كان الحادث، لصباعي، لعيني، لراسي، لظهري، لرجلي، لسيارتي، للمنشأة، لأي أدوات، حتى لأدوات المكان أو المكتب، حتى لمعدات المعمل أو المصنع. الشركات تصرف عشرات ومئات الملايين في المعدات، تدربك أنك شغال على هذه المعدة، سواء أخصائي مختبر في وزارة الصحة، جهاز تحليل الدم، سواء في معدات ثقيلة أو مصانع وخط إنتاج. أفضل طريقة إنك ما تخلي الحادث يصير. كيف أخلي الحادث ما يصير؟ أنا أعرف التدريبات والإجراءات الوقائية اللي تسبق وقوع الحادث. فهذه الحالة أنا أكون في وضع ممتاز. نكمل يا أخوان. في حالة أخرى أو وجه آخر مختلف تماماً عن الحادث، وش هو؟ الجريمة. وش هي الجريمة؟ إذا كان الحدث مخطط له وغير مرغوب فيه يسمى جريمة. أنا شخص مستهتر، المرور يقول أنا ما أسرع، حط لي نظام ساهر، يقول لي أربط الحزام، لا تستخدم الجوال، كلها بعض العواقب وبعض الأنظمة إنها تمنعك من هذا التصرف. طيب أنا خالفت النظام، أنا نمت وأنا شغال على المعدة، أنا كنت آكل أو أشرب وأنا شغال على جهاز الوزارة أيا كانت من الوزارات، أنا خربت الجهاز، أنا قتلت شخص، أنا صدمت فلان، أنا كسرت يد أو فقعت عين شخص آخر، سويت له إصابة دائمة. في هذه الحالة إذا أنت تعرف ومدرب وعارف الاشتراطات وعندك خبرة، ما راح يحميك النظام، ويعتبر جريمة، لأنه الحادث صار بشكل مخطط له. أنا ما خططت، لا، أنت تدربت وتعرف النظام ولك سنة سنتين، والحكومة جلسة تنشر وتثقف المجتمع أنه يا أخوان لا تمارس هذه الممارسات وانت تسوق وانت تشتغل. صاحب المعهد، صاحب المصنع، صاحب أي منشأة يقول لك كذا لا وكذا نعم، وانت تسوي لا. إذن أنت مسوي جريمة، لا تتوقع أنه في أحد راح يساعدك، راح تأخذ النظام بشكل كامل، والعقوبة راح تتحاسب عليها بدون أي دعم أو مساعدة.